بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا شباب؟ اهلا بيكم في قائمة تشغيل جديدة، واهلا بيكم في موضوع جديد الا وهو اللارينكس او الحنجرة. الاول لابد ان احنا نبقى عارفين اللارينكس او الموقع بتاع الحنجرة بيبقى موجود فين بالظبط. هنبدأ بأول رسمة او اكتر رسمة معتادة او شفناها قبل كده، شفناها كتير لما كنا بنتكلم عن الاورال كافيتي او لما جبنا سيرة الفارينكس سريعا. قلنا ان احنا عندنا هنا ادي النيزال كافيتي، وقلنا هنا عندنا ادي الاورال كافيتي، وقلنا انه الجزء ده كله هو يسمى الفارينكس اللي هو المجرى المشترك للهواء والايه والاكل. وقلنا انه الهواء بيطلع من النيزال كافيتي ويخش في النيزو فارينكس، والاير او الهواء بيبدا بعد كده يخش من النيزو فارينكس، يخش في المنطقه رقم 2 دي اللي احنا بنسميها الاورو فارينكس، وبعدين يخش في المنطقه اللي هي رقم 3 اللي احنا بنسميها اللارينجو فارينكس. ولو انت مش فاكر ثلاث اجزاء دول، ارجع لجزء اسمه او لفيديو اسمه الفارينجيال بارتس او الاجزاء بتاعه الايه الفارينكس. المهم الهواء بعد كده بيبدا ان هو يخش، قدامه طريقين، يا اما ان هو بيمشي في الريسبيراتوري سيستم او الجهاز التنفسي فبيسلك طريقه باتجاه اللارينكس او باتجاه الحنجره، وبعدين بينزل باتجاه الترقيه او القصبه الهوائيه، يبقى ده طريق. او الطريق الثاني ان هو يخش في الجي اي تي او يخش في الجهاز الهضمي فيمشي في الاسوفيجس. يبقى انا كده الهواء يا اما يمشي باتجاه اللارينكس والترقيه او يمشي باتجاه الايه الاسوفيجس. طيب بينما الاكل بعد ما بيخش في الاورال كافيتي ويخش في الاورو فارينكس، بيبقى قدامه طريق واحد بس اللي هو الطريق بتاع الايه الاسوفيجس والاستومك او الطريق بتاع الجي اي تي. وطبعا اللي بيمنعه ان هو يخش في اللارينكس او اللي بيمنع الهواء، طبعا الاكل المفروض يمشي كده، ما ينفعش ابدا انه الاكل يخش في اللارينكس او الحنجره او يخش في التراكيه او القصبه الهوائيه. عشان كده بيبقى في عندنا هنا ميكانيزم دفاعي اسمه الايبيجلوتس. شايف انت الجزء ده؟ الجزء ده بنسميه الايبيجلوتس او بنسميه لسان المزمار، وده وظيفته ان هو يقفل كده بميكانيزم عشان يمنع الاكل ان هو يخش منطقه اللارينكس او يخش منطقه الايه الحنجره. طيب طبعا لما نيجي نتفرج على نفس المنظر ده، هنبدأ ان احنا نحط بقى العظام بتاعتنا ونحط الكارتليج بتاعتنا ونحط العضلات، ونبدأ نتفرج على المنظر من الخارج او من اللاترال فيو. انما ده كان ساجيتال سيكشن، وده بالمناسبة برضو اللي هو جوه في الاخر ده برضو ساجيتال سيكشن. احنا نتفرج بقى على اللاترال فيو او المشهد بتاع الاسكال. زي ما احنا شايفين ده منظر الاسكال من بره او الجمجمة من بره. هنجد هنا طبعا هنا الباكسينيتور ماسل، وهنا ادي السوبيريور كونستريكتور ماسل اوف فارينكس، والميدل كونستريكتور ماسل اوف فارينكس، والانفيريور كونستريكتور ماسل اوف فارينكس، زي ما احنا اخدنا قبل كده في الفيديو بتاع الكونستريكتور ماسلز اوف فارينكس. قلنا ان دي عضلات بتبقى موجوده حوالين الايه الفارينكس، وبعدين قلنا بعد كده بتنتهي في الايه الاسوفيجاس او الايه المريء. طيب يبقى ده من ورا، انما من قدام بيتواجد اللارينكس اللي هو موضوعنا الاساسي اللي هو الحنجره، وبعدين تحت اللارينكس هنجد التراكيه. ودايما بنعرف اللارينكس او الحنجره من خلال الدرع بتاعها اللي احنا بنسميه الثايرويد كارتليج، او اللي احنا بنسميها تفاحه ادم اللي بتبقى موجوده عند الميل وبتبقى بارزه قوي. واخد بالك هنا بتبقى عارف ده يعتبر الايه الموقع بتاع اللارينكس او الموقع بتاع الايه الحنجره. بمناسبه تحت الثايرويد كارتليج هنا في كارتليج تاني اسمه الكريكويد كارتليج، بس هو يمكن مش باين شويه لان في عضله مغطيه اسمه الكريكويد كارتليج. وبعد الكريكويد كارتليج بتظهر الفيرست تراكيه رينج او اول حلقه من حلقات التراكيه. عشان نشوف الكلام ده بشكل اوضح تاني، هنيجي هنا للساجيتال فيو ده او الساجيتال سيكشن ده. هنجد هنا طبعا برضو هنا فوق في عندنا عظمه مهمه قوي تسمى الهايوي بون. هنيجي نبص الناحيه الثانيه برضو، هنجد هنا اهو ادي الهايوي بون، وهنا ادي اللي هي تفاحه ادم او الدرع بتاعنا اللي هو الثايرويد كارتليج، وهنا هنجد ادي الكريكويد كارتليج، وبعدين في النهايه هنجد ادي الفيرست رينج اوف تراكيه او اول حلقه من حلقات التراكيه. والعضلات دي كلها اهي موجوده ورا، ادي العضلات بتاعه الايه الفارينكس اللي احنا يعتبر برضو سبق وشرحنا على فكره بالمناسبه دي الصوره ديت. لو رجعت لقائمه تشغيل الاورال كافيتي واتفرجت على الموضوع بتاع الماسلز اوف فارينكس والماسلز اوف سوفت بلت، هتلاقيه ده شرحت لك كل الايه العضلات اللي موجوده هنا قبل كده. طيب وبالتالي لو جينا اتكلمنا عن البدايه او البيجنينج، البدايه بتاعت اللارينكس والاند او النهايه بتاعت اللارينكس، هنجد ان البدايه دائما هتبقى من عند الجزء ده اللي هو تحت الابيجلوتس اللي هو المدخل. يبقى دايما تبقى عارف انه الابيجلوتس او لسان المزمار تحتيه على طول اللارينجيال انلت او المدخل بتاع اللارينكس، ده يعتبر الايه البدايه. بينما النهايه بتبقى مع الفيرست رينج اوف تراكيه او اول حلقه من حلقات التراكيه اللي بتبقى موجوده في الحته دي تقريبا. في الفيديو القادم هنتكلم اكتر عن الثايرويد كارتليج والكريكويد كارتليج، نتكلم عن المدخل والمخرج وعلاقتهم بالسيرفايكال فيرتيبري الموجوده ورا.